بقول لكم قصة المثل الشعبي، وهي عن جارك ثم دارك. صلوا على النبي محمد. كان يا من كان في قديم العصر والزمان، في رجل طيب ومعروف من أهل الله الكرام. سأله واحد من أصدقائه: ليش كل فترة تغير بيتك يا أبو فلان؟ قال جوابي فيه المثل: جارك ثم دارك. هذه قصتنا اليوم. مع السلامة يا عيالي، نشوفكم في القصة الثانية.